في مثل هذا اليوم سنة 520 للهجرة، الموافقة للعام 2800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. ذكر حجاج مصر خبر وفاة الأمير السري بن الحكم بن يوسف، أصله من خراسان، عرف بدهائه وشجاعته وحسن سياسته في الجند. دخل مصر أيام الخليفة هارون الرشيد العباسي. بعد وفاة الرشيد انحاز السري إلى جانب المأمون وقام بدعوته، فارتفع شأنه عند المأمون. ولي مصر سنة 200 للهجرة، فقام 6 أشهر وثار عليه بعض قادة الجند فخلعوه ونهبوا منزله. عاده الخليفة المأمون إلى الولاية في السنة نفسها، اتبع آثار القائمين بالثورة وقتل وصلب كثيرين منهم. امتنع عليه جمع من الجند فتغلب عليهم وأخرجهم في مركب بالنيل ومعهم أخ له فأغرقهم جميعا. ظل مستمرا في ولايته إلى أن توفي. ذكر حجاج السند خبر وفاة الأمير داود بن يزيد المهلبي، أمير من أبناء المهلب بن أبي صفرة، عرف بشجاعته ورجاحة عقله. استخلفه أبوه على إفريقيا حسن تدبيرها، وبقي في إمارتها إلى أن نصب الخليفة هارون الرشيد عليها عمه روح ابن حاتم، ولي أمرة مصر في أوائل سنة 74 و100 للهجرة. كان أمرها مضطربا، هدأت في أيامه واستمر عليها سنة ونيف ثم عزل. وله الخليفة الرشيد السن فاتسقت له أمورها وظل عليها حتى وفاته. ذكر حجاج خراسان خبر ولاية الأمير طاهر بن الحسين عليها، دخل يوما على خليفة المأمون لمنادمته وبكى المأمون في تلك الجلسة. لما كان طاهر بن الحسين هو من قتل الأمين، عرف أن رؤيته تعيد تلك الذكرى للمأمون فخاف على نفسه، وتوسط مع المقربين من الخليفة ليعينه على ولاية بعيدة كي لا يبقى على تماس مباشر معه. وكانت خراسان في ذلك الوقت تعاني من تمرد الخوارج الحرورية وفوضى في تدبير شؤونها، فاكتب له المأمون بالولاية على خراسان. ذكر حجاج مصر خبر تغلب الأمير عبد الله بن طاهر عليها. بعد وفاة والي مصر السري بن الحكم، تولى عليه ابنه عبد الله بن السري، انتقل على خلافة العباسية وخلع الطاعة، وأنزل بالإسكندرية جالية من الأندلس، ثم ثار هؤلاء بالمدينة وملكوها. تولى الخليفة المأمون على الرقة ومصر القائد عبد الله بن طاهر بن الحسين، سار إلى مصر. لقيه ابن السري وجرت معركة بين الطرفين، انهزم فيها ابن السري وانسحب إلى مصر، وكاتب عبد الله بن طاهر بالأمان فأمنه، ثم أرسل إلى الأندلسيين الذين ساروا بالإسكندرية يهددهم بالحرب فطلبوا الأمان، وعدت الخطبة في مصر للعباسيين. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 74 و200 للهجرة، الموافقة لسنة 87 و800 ميلادية، وفاة العالم عباس بن فرناس، عالم ومخترع أندلسي من أهل قرطبة. ولد ونشأ بمدينة رندا، كان فيلسوفا شاعرا، له علم بالموسيقى والفلك والرياضيات والكيمياء، هو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة الكريستال، صمم قبة فلكية، اشتهر بمحاولته الطيران، وكان له فضل الريادة كأول طيار حلق في الجو. من آثاره العلمية أنه صنع ساعة ميقاتة لمعرفة مواقيت الصلاة، ونقش عليها من شعره: ألا إن لي للدين خير أدائي، إذا غاب عنكم وقت كل صلاة، ولم ترى الشمس بالنهار ولم تنر كواكب ليل حالك الظلمات. توسع الطولونيين في الشام. لهذه السنة كلف الخليفة العباسي المعتضل بالله القائدين يوسف بن أبي الساج وإسحاق بن كنداج بقتال الطولونيين وانتزاع الشام منهم. علم حاكم مصر خمارويه بن أحمد بن طولون بالخبر، فخرج عن مصر في عساكره، والتقى جيش ابن أبي الساج في البثنية من أعمال دمشق فاقتتلا قتالا عظيما وانهزم ابن أبي الساج. أما إسحاق بن كنداج فقد جمع جيشا كثيفا وجهزه للمسير إلى دمشق، لكن خمارويه سار إليه والتقاه بعد عبوره نهر الفرات،
وجرى بينهما قتال شديد انهزم فيه إسحاق هزيمة كبيرة. انسحب وتحصن ببعض القلاع وأرسل يبذل الطاعة إلى خماروي في الجزيرة، فأجابه خماروي إلى ذلك وصالحه. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 83 و200 و1000 للهجرة، الموافقة لسنة 67 و800 و1000 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي بدأت هذه السنة، وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كانت دولة ملوك أجا في سومطرة وعليها منصور شاه، دولة المنغيتيين موراء النهر وعليها مظفر الدين بن نصر الله المنغيتي، دولة بني إيناق موراء النهر وعليها سيد محمد رحيم الإيناقي، دولة خانات خوقند وعليها سيد سلطان بن ملة، دولة القاجاريين في إيران وعليها ناصر الدين القاجاري. في المغرب كانت دولة الأشراف الفيلاليين وعليها محمد الرابع بن عبد الرحمن الفيلالي، وكان على الدولة العثمانية السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد، وكانت تسيطر على بلاد الشام والشمال الإفريقي. في الجزيرة العربية كانت الدولة السعودية وعليها سعود بن فيصل آل سعود، سلطنة عمان وعليها ثويل بن سعيد البوسعيدي، سلطنة الحجم في اليمن وعليها فضل الثالث بن علي السلامي، وكان ساحل الإمارات العربية المتحدة يدعى بالساحل المهادن، وعليه إمارات محلية مرتبطة بمعاهدة سلام مع بريطانيا. الاحتلال البريطاني للإمارات العربية المتحدة. كان البرتغاليون قد سيطروا على منطقة الخليج العربي منذ القرن السادس عشر الميلادي، ثم قام ليعارب حكام عمان بإجلائهم بعد معارك عديدة، مما فتح الباب لتغلغل النفوذ البريطاني والنفوذ الهولندي، وكانت منطقة الإمارات تتبع تاريخيا لسيطرة عمان. إلا أن ساحلها الذي عرف بالساحل المهادن ظهرت عليه قوى جديدة تمثلت في قبائل القواسم الذين بنوا أسطولا قويا من السفن، وقبائل بني ياس الذين كان لهم قوة برية فاعلة في المنطقة. بدأت بريطانيا تدعم تواجدها في الخليج، فظهرت مقاومة قوية تمثل أهمها في القوة البحرية للقواسم، وشنت بريطانيا ثلاث حملات على منطقة رأس الخيمة، فشلت في الأولى والثانية، لكنها تمكنت في الثالثة من تدمير أسطول القواسم بشكل كامل. فرضت المعاهدة العامة للسلام في سنة 87 و300 و1000 للهجرة. أعلنت بريطانيا أنها ستسحب جميع قواتها المرابطة في المنطقة. اجتمع أمراء الخليج اجتماع السميح في أبوظبي، وتداعوا لإقامة اتحاد من 9 إمارات لسد الفراغ السياسي الذي سيخلفه الانسحاب البريطاني. وبعد الاجتماع أعلنت كل من أبوظبي ودبي اتحادا ثنائيا، مما مهد الطريق لانضمام بقية الإمارات، وأعلن الاتحاد سنة 71 و900 و1000 ميلادية برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانضمت الإمارات إلى الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.